تي في على عام 78 هذه قاعده طيح ان شاء الله علاش رمضان علاش معنا محاصره لصيقه منعوا الدخول والخروج ويعرفوا بعض الخيان ساروا لعاشوا المجلس الوطني وكانت كلمة زي ساكس مدوية وكلمة زي ساكس تم صياغتها في هيئة إدارية حكيت اليوم ما نحتفلوا بذكرى عزيزة على النقابيين وفي إطار تنشيط الذاكرة النقابية لأجيال سبقتنا أنه زي ساكس عملت إضراب يوم 25 جان في 78 من أجل التصدي للاعتداء اللي تعرض له وقتها في ذلك الوقت الكاتب العام المرحوم عبد الرزاق غربال وتم ايقافه في تونس ليله 25 عملنا اضراب 25 ثم الاضراب العام 26 جانفي في 78 بالمناسبه هذه زاد كيف الاضراب هذا معناه باش تحطوا كل هيكل الاتحاد بما في ذلك اعوان اذاعه ستاكس اللي نحييهم بالمناسبه هذه ولا عملوا اذاعه داخليه في الاتحاد الجوي وتحاكموا من اجلها بعد 26 جانفي العشرات. إذا بالمناسبة هذه نتوجه لكل النقابين والنقابيات بجهة صفاقس الوافدين الجدد اللي جاوا جد باش يعرفوا تاريخ منظمتهم العتيدة. الاتحاد العام للشغل تأسست في جانفي 20 جانفي 46 وثلاثة أجيال من النقابين والنقابيات اليوم زاد كيف في إطار إحياء الذكريات هذه وتنشيط الذاكرة النقابية باش النقابين يتحملوا مسؤولية في ذلك الوقت يعرفوا أن الجيل الحالي ما ينساهمش ما ينساش نضالاتهم وفضائلهم على الاتحاد العام للشغل وعلى تونس. إذا اليوم العديد منهم مش يكونوا حاضرين بطبيعة الحال نتحموا على كل ما هو غايب اليوم رحمة الله عليه وما ننساوهمش ومخلدين في الذاكرة النقابية في جهة صفاقس. شكرا جزيلا. ملازمة عليك كما الاتحاد اللي عند الشغل تستمد قوتها ونستمد قوتها من تاريخ والله متأثر مش رجعت نادم لا متأثر إلا أن الاتحاد العام التونسي شغل قلعة النضال والحمد لله أنه اليوم بعد 42 سنة ويرجع الفضل للقيادة الحالية اللي هم استدعوا باش ياخذوا شهادات حية عن الذين كانوا في أضراب جانفي 78 وأغلبهم قد انتقل إلى رحمة الله لأن الأعمار بيد الله. وأنا وقت 26 جانفي 78 كان عمري 30 سنة هيك علاش ما زلت موجود لو كان يعني جاء راني. ولذا أن الاتحاد العام التونسي الشغل دافع على استقلاليته في ذلك الوقت وفي كل الأوقات ونراه حاليا لا زال يدافع على استقلالية الاتحاد. ممكن تحكي لنا وقتها نرجع توا على الواحد هي المقدرة الشرائية أو توا جينا للصحيح المقدرة الشرائية تهللت ياسر كيف تروا توا فهمتي ولا وقت الاتحاد طالب الزيادة في الأجور ميزانية الدولة لسنة 78 وقت هذه النويرة قال لا هذه تتكلف لنا 3 مليارات وما نجموش نعملوا زيادة وقاعدة المفاوضات تعكرت وقت ياسر عرفات الله يرحمه مشى جالس الحبيب قال له هاي دولة الكويت مش تعطينا 3 مليارات يعني المطلوبة في الميزانية ويوفى المشكل قال له لا أنا ما ناخوش فلوس تجيني من برا خاطر وقت ناخوها من الكويت وغدوة الحي عندهم مشاكل في النقابات وواحد ولا في النقابات العالمية وكذا نولي نمشيله في الاتجاه متاعه هاكا باش تعرفوا الفرق بين الأمس واليوم هاكا بعد 2011 أراو كيفاش الفلوس تجي من برا وقروض وفلوس تجي من برا وهاي البلاد
ولات في الهاوية. أنت كنت سجنت وقتها؟ أي سجنت. أنا نبدو لي برشا قضايا من القضية متاع رمضان، الهجوم على المقاين متاع رمضان وقت المفطرين والواحد إلا توا النهضة والواحد وقت ما ثماش لا نهضة لا حتى شي راهو ما ثماش بالكل. وقتها جاو شكاو الخيال وقالوا راهو يستفزوا فينا الواحد. مشينا بشهر رمضان وقتها وعملنا الواجب فهمني. وقضايا أخرى يعني متاع التجمهر ومتاع تكوين إذاعة مع مجموعة الإذاعة متاع صفاقس تكلفت لي الحسمة 5 سنين و6 أشهر. بعدين من ما كتب الله يعني دورة العامين وبعد جاء عفو رئاسي وخرج والحمد لله ولا بس. وتوا سنواصل النضال وسنحمي الاتحاد الجهوي والاتحاد العام التونسي الشغل ولا في كل مناسبة أو متواجد في الـ طبعا الـ 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 في تاريخ الاتحاد كان هناك نجم نقول جولات وفترات من المد والجزر في محاولة من سلطة الاستقلال أن تضع يدها على الاتحاد. إذا أزمة جامبي 78 في الواقع ليس المعركة الأولى وليست الأخيرة بين السلطة الحاكمة والحزب الحاكم آنذاك الحزب السنوي الاشتراكي الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هيكله. أولا أزمة جامبي 78 يختزلها البعض في يوم الخميس كتب عام النقابة الجهوية لعملية التربية بصفاقس خدمنا شوية في الاتحاد بتاعنا كما يمليه الواجب علينا ودفعنا على حقوق خيانة بما استطعنا في ذلك الوقت. وكان وعشنا فترات معناها من النضال يعني دفعنا على الاتحاد الجهوي وعلى الاتحاد العام بما استطعنا. ونتذكر معناها في 78 وقت اللي هجموا على دار الاتحاد يحبوا يفكوها وحطونا كالمنصبين والمغصبين كان تذكروا التاريخ هذاك. كنا نبيتوا في دار الاتحاد هنا ومن جملة التهم اللي تهمونا بها وقتها أني فوق دار الاتحاد ثم القهوة كانت تحط برميل متعمى باش معناها عند الحاجة تستعمله باش تنظف معناها كيسينة واحدة وكذا. يعني اطلع وقتها نتذكر واحد من الإذاعة هو مات الله يرحمه فعلا علي جراية كان تذكره أنا مات في حادث شنيع يغرب في الماء بيديه يقول شوفهم مية الفرق والعصيم تاع الشكايب يعني قال هذوما هكم حاضرينهم باش يهجموا علينا يعني يهجموا على الناس ويضربوهم واحنا وقتها بريئين من هالأمور هذه يعني عندنا حتى شيء فهمتي. نهار 26 نهار 26 هذا يوم ما نحكيوش أنا كنت لفت في معهد الحبيب المعزوم في باب حرب تعرف القنابل المسيلة للدموع معناها نهارت عينين تشمت الدموع وهربنا خرجنا من هربنا من الليسي يعني شخينا ومشينا لتلات حرب معناها من بعيد وخرجنا على اللاقار وهربنا معناها الشط الشط كما يقولوها فهمتي. وكنا نمشي عسكري وبوليس عسكري وبوليس عسكري وبوليس فهمتي. وتعدى الحال غسرونا ياسر مرمدونا كانوا يجيوا للي سيهزوني. نتذكر وقتها معتمد بتاع صفاقس المدينه يبعث لي زوز في كرم يجي ويجي يحبوا معنا احنا الاتحاديين وقتها النقابيين يحبونا معنا احنا نتوليهم نشدوهم من دار الاتحاد. قلنا لهم ما يجيش الواحد يضرب والديه ولا يعطيهم هذا الهزم الى اليه يهزونا يربطونا نهاير اثنين الشرطة ويسيبونا يرجعنا كما العادة يعني عملوا فينا كل حد كفاءه له وله وما دام حال والحمد لله وانتصر عليهم الاتحاد وما زال يبقى دائما منصوبا. علاش؟ باش كلمة صفاقس ماهيش كلمة شخص كلمة الإدارات وكلمة النقابين جي صفاقس. جي صفاقس قامت بواجبها ونسحت الإدارة
وعشرات. واليوم أهم حاجة أن النقابيين الشباب يستلهموا ويشدوا الهمة باش يحافظوا على منظمتهم، لأنه مش بالسهل يوم عنا منظمة في حجم الاتحاد في تونس والإشعاع الدولي متاحها. الشباب اليوم مدعو أنه يكون عنده حضور كبير في وسط الاتحاد وأنه يكون عنده كلمته، وهذا هو اللي نسعاوا له على تو باش يكون مستقبل الاتحاد أفضل. خطة الجزافي دخلوا للسجون ومحاكمات دائمة وتحملوا في السجون وعاشوا في السجون بنفس الوحدة وبنفس العزيمة داخل السجون، بس يعرف الحاكم